لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هقول لكم انا بخزن الطماطم في الفريزر ازاي. اليومين دول الطماطم رخيصة، يعني انا بجيبها دلوقتي 3.5 كيلو ب10 جنيه. طبعا بيبقى فيه اقل شوية، فيه ب2 جنيه وكده، بس انا بصراحة مش بحبها. بلاقي في الطماطم عيوب، يعني مثلا الطماطمية بالشكل ده دي ما فيهاش اي حاجة خالص، ماشي. الطماطم التانية الارخص شوية بحس ان بيبقى فيها عيوب منقرة كده من هنا، فبتضطري تشيليها فبتحضري منها، فاهميني؟ فانا بجيبها لو اغلى شوية صغيرين، بس بتبقى الطماطم ما فيهاش غلطة وحمرة زي ما انتم شايفين، ومستوية وحلوة قوي، يعني جميلة للصلصة. اللي انا عملته فيها شلت منها العنقود الاخضر بس اللي بيبقى فوق من هنا ده وخلاص، بس هو ده اللي انا عملته فيها. دلوقتي هعمل فيها ايه؟ ان انا هغسلها كويس قوي قوي، وبعدين هرجع نشوف هنعمل فيها ايه. بعد بقى ما غسلتها كويس جدا وبقت تمام ما فيهاش اي حاجه، وكمان نقعتها شويه في ميه بنقطتين خل كده وشطفتها من الخل كويس قوي. هاجي بقى طبعا قبل ما احطها على النار هشيل العنق الحته الخضراء دي بالشكل ده كده اهي، وكمان اللي تحت دي عشان ما ينفعش ان انا اعملها والحاجات دي موجودة فيها كده، وهقسمها على نصين او على 4/4 كده عشان ابص برضو من جوه واضمن ان هي من جوه زي الفل ما فيهاش حاجة، زيادة اطمئنان يعني. تمام، هاجي بقى على النار بعد ما نضفتها خلاص بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هحطها في حلة كده على النار، وهحط عليها كوباية واحدة بس من المية، كوباية عادية خالص ماشي، ممكن ما تحطهاش كمان بس انا بحب احط كوباية مية عليها. وهحط عليها شرايح كده من البنجر اهو، دول حوالي بنجرتين يعني بس كبار، مقطعهم وحطيتهم عليه. بصوا بقى هقولكوا على حاجة كمان، انا لما بلاقي في السوق الفلفل الاحمر اللي هو الرومي البلدي الصغير ده بحب قوي قوي احطه على الطماطم، بس بصراحة انا ملقتش، فانتوا لو عندكم او لو لقيتوا حطوا، بيفرق جدا كمان وبيخلي النكهة بتاعتها كده حلوة قوي. يعني انا كنت بجيب وبحط الكيلو طماطم عليه ربع كيلو فلفل، فلو حطيتوه صدقوني برضو هيعجبكم قوي. بس انا ملقتش فحطيت بنجر بس المرة دي، فحطيت اهو البنجر زي ما انتم شايفين، وهغطي الحلة بقى وهسيبها كده على نار من متوسطة لهادية لغاية ما تستوي خالص، وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بعد بقى ما استوت وبقت تمام اهي زي ما انتم شايفين، بصوا، وكمان الطماطم نزلت ميتها مع الكوبايه اللي انا حطيتها، لونها احمر وبقى جميل قوي. هسيبها بقى، طفيت النار وهسيبها تبرد خالص وكل الدخان اللي فيها ده يروح وتهدى كويس قوي، وبعدين هضربها كلها كده بميتها بالبنجر بكل اللي في الحله ده، هضربها في الخلاط كويس قوي وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد ما بردت بقى وضربتها في الخلاط هجيب حلة وهنزل فيها الطماطم من الخلاط، بس هصفيها. بصوا لونها بعد البنجر ما شاء الله يجنن، وكمان ملهاش ملوش اي طعم فيها، ما تقلقوش خالص، بس هصفيها علشان لو في اي قشور او اي بذر زيادة ما ينزلش في الطماطم اهو. صفيها بالشكل ده كده، لونها بجد زي الجاهزة بالظبط. بصوا بقى حبايبي بعد ما صفيتها خلاص، بصوا ده القشر والبذر اللي بقولكوا عليه مش بحبه في الطماطم خالص، وكل ما المصفى كانت ضيقه كل ما تبقى حلوه قوي وتنزلك الطماطم صافيه خالص. بصوا بقى شويه القشر والبذر اللي طلعوا من بصوا ملوا معلقه اهي، ملوا معلقه بس. لو كنتوا بقى ضربتوه، عشان انا عارفه ناس هتدخل في الكومنتات تقولي انت ليه عملتي كل ده وليه ما ضربتيهاش في الخلاط على طول من الاول من غير ما تسلقيها. اولا بتطلع لك تهدير كتير قوي، بتهدر لك من الطماطم كتير، ثانيا طعمها مش بيبقى زي دي خالص. جربوا الطريقه دي وانتوا هتعرفوا الفرق. خلاص بعد ما صفيت الكميه هحط عليها بقى معلقه ملو معلقه اكل من دي سكر اهي،
وهسيبها بقى على النار تاخد غلوتين اتنين بس مش اكتر، عشان اضمن ان ما كانش فيه في الخلاط ولا نقطة مية ولا الحلة ولا اي حاجة. لو ضمن ان الخلاط بتاعك ناشف والحلة ناشفة عبيها في الاكياس على طول، بس ده كضمان اكتر ان انا هديها غلوة بمعلقة سكر عشان اقلل من الحموضة بتاعتها، وكمان ابقى ضامنة ان كل حاجة ماشية مظبوط. هتسيبها تاخد غلوتين وبعدين نطفي عليها وتشوف هنعمل ايه. خلاص يا حبايبي، بعد ما الطماطم اديتها غلوتين بس مش اكتر مع معلقة السكر، طفيت عليها وسبتها بردت خالص زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الاكياس بتاعت التلاجة اللي هعبي فيها، اكياس برطمانات زي ما تحبوا ماشي، وهبتدي ان انا اعبي بقى الكمية اللي انا عاوزاها على حسب الطبق اهي. اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده المقدار اللي انا عاوزاه. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هظبط بقى الكيسه عشان طبعا احطها في الفريزر وما تاخدش مكان، هظبطها بالشكل ده واخرج منها اي هواء زياده بالشكل كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب اي قطعه من الورق الفويل وهحطها هنا عشان اقفل عليها اهو. وهجيب بقى المكوه بتاعتي بعد ما سخنتها طبعا، وهمشي عليها بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي اهو، بس كده. وخلاص اهي، وخلاص بس كده، هي كده اتقفلت معايا اهي. بصوا الزيادة دي بقى، حابة تقصيها تمام، مش حابة مفيش مشكلة، ممكن تحطيها لتحت بالشكل ده كده. وخلاص يا حبايبي الاكياس خلصت. بعد كده بقى ترصيهم في الفريزر فوق بعضهم، مش هياخدوا معاكي مساحة خالص، حتى لو حطيتي 10 اكياس فوق بعض 15 اكياس فوق بعض مش هياخدوا اي مساحة، وبيبقى الفريزر منظم وجميل. انا عبيت لكم كيسين برضو بالشكل التقليدي العادي عشان تعرفوا الفرق. بصوا لو حطيناهم كده فوق بعض بياخدوا مساحة وبيبقى شكل الفريزر مش حلو خالص بالشكل ده كده ماشي، ومش بياخدوا كتير فوق بعض بيقع، لكن لما نحطهم بالشكل ده ما بياخدوش وقت خالص. كمان عايزه اقول لكم ان انتوا ما تستصعبوش الخطوات، معلش لو تعبنا شويه صغيرين بس هنرتاح فتره طويله، وهيبقى الحاجه منظمه وشكلها حلو ومتفرزه حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه ولو باي حاجه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.